أهلاً وسهلاً بكم في قناتنا. اليوم ندعوكم لرحلة مثيرة في عالم الطبيعة، حيث نستكشف معاً بعض من أهم وأروع الحيوانات التي تسكن أمريكا الشمالية. سواء كنتم من محبي الحياة البرية أو مجرد فضوليين لمعرفة المزيد عن هذه الكائنات الرائعة، هذا الفيديو سيأخذكم في رحلة معلوماتية ومسلية عبر الغابات، السهول والأنهار، لنكتشف معاً حيوانات مميزة تعيش في هذه الأراضي الشاسعة. فلنبدأ رحلتنا. الدب الأمريكي غريزلي بير. يعتبر الدب الأمريكي من أشهر الحيوانات في أمريكا الشمالية، ويعرف بقوته وحجمه الكبير. يعرف الدب الأمريكي بفرائه الكثيف والمميز بلونه الرمادي المائل للبني، وبمخالبه الطويلة والقوية التي تساعده في الحفر والتقاط الطعام. على الرغم من حجمه الكبير وطبيعته المفترسة، فإن الدب الأمريكي يتغذى أيضاً على مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك النباتات والثمار والأسماك، مما يجعله حيواناً متعدد التغذية. البيسون أو الثور الأمريكي American Bison. والآن ننتقل إلى البيسون الأمريكي الذي يعد رمزاً حياً للسهول الشاسعة في أمريكا الشمالية. هذا الحيوان الضخم بمظهره المهيب وقوته البدنية، كان في يوم من الأيام يجوب السهول بأعداد هائلة. لكن مع مرور الوقت واجه البيسون خطر الانقراض بسبب الصيد المفرط، ولحسن الحظ بفضل الجهود المكثفة للحفاظ عليه وإعادة توطينه، نجحوا في إنقاذ هذا الحيوان الفريد من الزوال. اليوم يعتبر البيسون الأمريكي قصة نجاح في مجال الحفاظ على الحياة البرية، ويشكل جزءاً أساسياً من التراث الطبيعي والثقافي لأمريكا الشمالية. ومن ضمن الحيوانات المهمة في أمريكا الشمالية نجد الذئب الرمادي المعروف بمهارته في الصيد وقدرته على العيش في مجموعات. يتميز هذا الذئب بفرائه الكثيف ذي اللون الرمادي وعينيه الذكيتين التي تعكسان حدسه القوي. يلعب الذئب الرمادي دوراً حيوياً في النظام البيئي، حيث يساعد في الحفاظ على توازن الأنواع من خلال صيده للحيوانات المريضة أو الضعيفة، كما أن وجوده يحافظ على التنوع البيولوجي ويعزز صحة النظم البيئية. على الرغم من سمعته الخطيرة في بعض الأساطير والقصص، إلا أنه يعتبر الذئب الرمادي حيواناً أساسياً وضرورياً للحفاظ على التوازن الطبيعي في البيئات التي يعيش فيها. تتميز علاقات الذئاب داخل القطيع بالتعقيد والتنظيم، حيث توجد هيكلية اجتماعية واضحة تشمل الذئب الألفا والأفراد الأخرى بدرجات مختلفة من السلطة والمسؤولية. النسر الأصلع، الطائر المهيب والرمز الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، يعرف برأسه الأبيض البارز وذيله الأبيض الذي يتناقض مع جسمه البني الداكن وجناحيه. يتمتع هذا الطائر الجارح برؤية حادة تمكنه من رصد فريسته من مسافات بعيدة، مما يجعله صياداً فعالاً ومهيمناً في بيئته. يعيش النسر الأصلع بشكل رئيسي بالقرب من الأنهار، البحيرات والمناطق الساحلية، حيث يتوفر السمك بوفرة، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من نظامه الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، قد يتغذى النسر الأصلع أيضاً على الطيور المائية، الجثث والثدييات الصغيرة. رغم استخدام كلمة أصلع لوصف هذا النسر، إلا أنه ليس كذلك في واقع الأمر، وإنما هذا مجرد وصف، نظراً لأن رؤوس هذه النسور تكون بيضاء اللون ويغطيها شعر أبيض كثيف على عكس أجسامها البنية الداكنة، وهو ما يجعله يبدو وكأنه أصلع الرأس عند رؤيته من مسافة بعيدة. الأيل الأمريكي المعروف أيضاً بالإلك يعد من الحيوانات الكبيرة والمثيرة للإعجاب في الغابات الأمريكية. يتميز هذا الحيوان بقرونه الضخمة والمتفرعة، والتي يمكن أن تصل إلى أحجام كبيرة جداً، خاصة لدى الذكور. تعد هذه القرون رمزاً للقوة والهيبة، وتستخدم في المنافسة بين الذكور خلال موسم التزاوج. يتغذى الأيل الأمريكي على مجموعة متنوعة من النباتات والأعشاب، ويظهر قدرة كبيرة على التكيف مع مختلف البيئات، من الغابات الكثيفة إلى المروج المفتوحة. يعرف بسرعته ورشاقته، وهو قادر على الجري بسرعات عالية للهروب من الحيوانات المفترسة أو أثناء البحث عن الطعام.
الراكون المعروف بمظهره الفريد والمميز الذي يتضمن قناعاً أسود حول عينيه يعد من الحيوانات الليلية الذكية والماهرة. يتميز بمرونته وقدرته على التأقلم مع مختلف البيئات، سواء في الغابات، الحقول، أو حتى في المناطق الحضرية، حيث يظهر مهارة كبيرة في البحث عن الطعام واستكشاف الموارد. تظهر الراكونات سلوكيات اجتماعية معقدة، وغالباً ما تعيش في مجموعات صغيرة، خاصة أثناء موسم التكاثر. يتميز هذا الحيوان بأقدامه التي تشبه الأيدي، مما يمكنه من التقاط الأشياء وفتح الأغطية بمهارة. رغم كونه حيواناً محبوباً في الثقافة الشعبية، يمكن للراكون أن يشكل تحدياً في بعض المناطق الحضرية بسبب تدخله في النفايات والممتلكات. ومع ذلك، يعتبر وجوده مؤشراً على تنوع النظم البيئية وقدرة الحياة البرية على التكيف مع التغيرات البيئية. يعتبر السنجاب الرمادي من الحيوانات المميزة والمحببة في المناطق الحضرية والريفية في أمريكا الشمالية. يعرف بنشاطه الدائم وحيويته، حيث يمكن مشاهدته وهو يقفز بين الأشجار برشاقة ومهارة فائقة، وهي مهارة تعكس قدرته على التكيف مع البيئات المتغيرة. يتميز السنجاب الرمادي بفروه الناعم الذي يغلب عليه اللون الرمادي مع وجود تدرجات من اللون البني، مما يمكنه من التمويه في بيئته الطبيعية. يتغذى بشكل أساسي على الجوز، البذور والثمار، ولديه عادة جمع الطعام وتخزينه لفصل الشتاء، مما يظهر ذكاؤه وقدرته على التخطيط للمستقبل. يعرف السنجاب الرمادي بسلوكه الفضولي والودود أحياناً تجاه البشر، مما جعله رمزاً شعبياً في العديد من الحدائق والمناطق العامة. وأيضاً لدينا التمساح الأمريكي من الزواحف المائية البدائية والمهيبة التي تعيش في المياه العذبة بالجنوب الشرقي للولايات المتحدة. يتميز بقوته البدنية الهائلة وفكيه القويين الذين يمكنهما من اصطياد مجموعة متنوعة من الفرائس بسهولة، بما في ذلك الأسماك، الطيور، الثدييات الصغيرة وحتى الزواحف الأخرى. يتمتع التمساح الأمريكي بجلد سميك ومقاوم للماء يحميه من الأضرار البيئية والهجمات المحتملة. يعيش هذا الزاحف الضخم في البحيرات، الأنهار، الأهوار والمستنقعات، حيث يمكنه البقاء تحت الماء لفترات طويلة بفضل قدرته على التنفس الفعال وتنظيم معدل ضربات قلبه. لدينا أيضاً الموظ الأمريكي، المعروف أيضاً بالألك الأمريكي، أكبر أنواع الأيائل، ويتميز بحجمه الضخم وقرونه العريضة والمتفرعة التي تعتبر من أبرز سماته. يمكن أن تصل قرون الموظ إلى أبعاد مذهلة، مما يمنحه مظهراً مهيباً ويستخدم في المنافسة بين الذكور خلال موسم التزاوج. يتكيف الموظ الأمريكي بشكل جيد مع البيئات الباردة، وهو قادر على العيش في الغابات الكثيفة والمناطق الجبلية. يتغذى بشكل أساسي على النباتات والأوراق، ولديه قدرة ممتازة على التنقل في المناطق الوعرة والمياه العميقة. يتميز الموظ بسلوكه الانفرادي، ويفضل العيش بمفرده أو في مجموعات صغيرة خلال فصل الشتاء. يميل الموظ إلى الهجرة بحثاً عن الطعام والمأوى. والحيوان التالي هو اللاما، وهي حيوان من عائلة الجمليات، ولها أصول في منطقة الأنديز بأمريكا الجنوبية، أصبحت شائعة ومستخدمة بشكل واسع في أمريكا الشمالية. تعرف اللاما بقدرتها الفائقة على حمل الأحمال والرعي، مما يجعلها مفيدة في الأعمال الزراعية وكحيوانات للتعبئة في الرحلات والاستكشافات. تمتاز اللاما بجسمها الطويل ورقبتها العالية ووجهها المميز. لديها فرو كثيف يمكن أن يأتي بألوان متنوعة من الأبيض والبني إلى الأسود والرمادي، مما يوفر لها حماية في البيئات الباردة والجبلية. وأخيراً حيوان أسد الجبال، المعروف أيضاً باسم الكوغار أو هر الجبال، ينتمي إلى عائلة السنوريات. الكوجر يتميز بأصوله من قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، ويعتبر من الحيوانات البرية الكبيرة ذات المناطق الجغرافية الواسعة في نصف الكرة الغربي. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتنا اليوم في عالم الحياة البرية الأمريكية الشمالية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا
للمزيد من المغامرات والاكتشافات المثيرة. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء في مقطع قادم.